حساب سعات أنابيب المياه داخل المباني. هلأ بدنا نحسب عن كمية المياه اللي بدي أستعملها في التجهيزات الصحية داخل المباني، يعني التغذية المائية داخل المبنى. هاي المياه اللي بدنا نحكي عنها هي مياه عذبة بتم تغذية المباني فيها. بدي أدرس كمية المياه الممكن أستخدمها داخل الأنابيب. طبعاً أنا كمية المياه اللي بدي أستعملها في التجهيزات الصحية لازم تقاس بالتدفق، يعني بوحدة جالون لكل دقيقة. يعني بحسب كم ممكن تكون سعة الأنابيب من حيث التدفق، يعني كم كمية التدفق الممكن إنها تستوعبه الأنابيب. وكمان داخل هذه الأنابيب يجب أن أحافظ على الضغط بحيث إنها تكون كمية الضغط داخل الأنابيب تسمح بالجريان اللازم. طبعا الضغط بيكون داخل الأنابيب بوحدة باوند لكل بوصة مربعة، باوند سكوير انش. في عندي أرقام معتمدة للأنابيب بحيث أنها بتبين لي هذا الجدول قطر الأنبوب اللي ممكن أستعمله للتجهيزات الصحية المختلفة ومعدل الجريان داخل الأنبوب والضغط داخل كل أنبوب. مثلا في المغسلة قطر الأنبوب المغذي لازم يكون 3/8 إنش، ومعدل الجريان داخل أنبوب المغذي للمغسلة 3 جالون بير متر، والضغط داخل الأنبوب المغذي للمغسلة 8 باوند سكوير إنش. وكذلك بالنسبة لحنفية البانيو 0.5 إنش، 6 GPM و5 PSI، صندوق الطرد للمراحض والمجلى. طيب هلا أنا لما بدي أحسب كمية المياه اللي لازم أغذيها للمنزل مثلا، كيف بحسب؟ بناء على التجهيزات الصحية داخل المنزل، يعني بحسب في هذه الشقة كم موجود، كم حمام موجود في الشقة، كم حوض غسيل، حوض غسيل يعني غسالة، كم غسالة موجودة، كم مغسلة، كم بانيو، وبناء عليها كل تجهيز صحي، يعني كل مرفق صحي مثلا، كل مرحاض، كل مبولة، كل مغسلة، كل بداية لهم اشي بسميه حمولة تغذية او وحدة تغذية. فانا بحسب للشقة كاملة كمية او عدد وحدات التغذية بحيث انه المرحاض في له 4 حمولة تغذية اللي هي الفيكستشر يونت، المبولة إلها 4 حمولات تغذية، المغسلة إلها 2، البداية إلها 3، البانيو إلها 2، مجموعة الحمام كاملة 6، مجلى المطبخ 2، حوض الغسيل 3، والمصرف الأرضي 1. بحسب حمولة التغذية للشقة كاملة. حمولة التغذية بتمثل لي كمية جريان مقداره 7.5 جالون لكل دقيقة، أو بتمثل لي حمولة جريان تساوي 1 قدم مكعب لكل ثانية. هلأ بعد ما أحسب حمولة التغذية في الشقة كاملة ما باجي بضربها، يعني ما بضربها مباشرة، ما بقوم بحساب مجموع حسابي مباشرة إني أضرب ب7.5، لا، في عندي جدول معد لحمولات التغذية بحيث إني بجمع وحدات التغذية في الشقة، ومن خلال مجموع وحدات التغذية بحسب حمولة الطلب الديماند لود، بعدين بحسب احتمال التدفق، بيعطيني نفس الجدول التدفق المحتمل بالجالون لكل دقيقة، وبيعطيني كمان التدفق باللتر لكل ثانية، وبيقترح علي قطر الأنبوب المناسب لهذه التدفقات. طبعا هاي الأمور كلياتها خاصة بأنابيب التغذية، يعني خاصة بأنابيب المياه العذبة. هلا طبعا هذا الجدول بريحني بحيث اني بحسب وحدات التغذية في الشقة، بعدين بشوف الطابق كم شقة فيه، بعدين بشوف العمارة كم من طابق، ومن خلالها بحسب مجموع وحدات التغذية للعمارة كاملة، وبحسب من خلال الجدول بجد قيمة التدفق وقطر الأنابيب اللي ممكن استخدمها. هلا في عندي هذا الجدول عدد الأنابيب المعادلة لتصريف أنبوب النصف إنش،
يعني مثلا أنا عندي هون أنبوب النصف إنش، هذا قطر الأنابيب، وهون عددها بالنسبة للنصف إنش. يعني تصريف النصف إنش بدي أقارنه بالنسبة لتصريف الثلاث أرباع الإنش. تصريف الثلاث أرباع إنش لو بدي أحوله لنصف إنش فبحتاج اثنين أنبوب قطرهم نص إنش. لو كان في عندي واحد أنبوب قطره واحد إنش، فهو لو بدي أعادله بنص إنش فرح يكون بعادل 3.7 من تصريف النص إنش. أنبوب الواحد وربع إنش تصريفه يعادل تصريف 7.2 ضرب قطر الأنبوب النص إنش، والواحد ونص إنش تصريفه يعادل 11 أنبوب قطرهم نص إنش، وهكذا. هلأ بدنا ناخد عن تمديدات خزان السطح. نتفرج مع بعض على الشكل رقم 23. هذا الشكل ببين لي تمديدات خزان السطح. هاي التمديدات المغذية لخزان السطح وخط التغذية للمبنى. في عندي أنبوب بسميه هذا، هاي في عنا عقدة السقف، وهي عنا الخط المغذي إلى الخزان. هاي الخزان بهذا الشكل. الخزان لازم يكون مرتفع عن السطح بمواسير أو بقاعدة حديدية. بعدين بيجي عنا الخزان بتغذى بالمياه من خلال خط التغذية إلى الخزان. بعدين في عنا هاي خزان السطح، هاي في عند الخزان بيكون له غطاء وعوامة سطح الماء. في عندي مواسير بتم استخدامها، في عندي ماسورة بسميها التهوية، وهون ماسورة الفائض، وفي عندي هون بعمل ماسورة في أسفل الخزان وبشبكها مع السطح، هاي بحيث إذا بدي أفضي الخزان وأقوم بعملية تنظيف بيكون تصريف الماء في السطح. وعنا هاي المواسير، في عنا ماسورة كمان بتكون في أسفل الخزان بتغذي المبنى وبتنتقل إلى الشقق داخل المبنى. هاي التمديدات تشمل كل أنابيب الصرف التي تبدأ من نقاط وصل التجهيزات في المبنى، يعني تنقل المواسير، تنقل المياه إلى نقاط وصل التجهيزات الصحية في المبنى. جميع هذه الأنابيب يجب أن تكون من الأنابيب المجلفنة. هذا كل ما يتعلق بتمديدات الأنابيب التي تزود المبنى بالمياه العذبة وتغذيها في المياه للمباني. هلأ رح ننتقل لموضوع تمديدات المياه العادمة داخل المباني، الهاوس سيورز. احنا حكينا كيف انا بغذي المياه العذبة داخل المبنى، هلأ بدي اشوف كيف بدي اتخلص من المياه العادمة. طبعا رح نحكي عن كل أنابيب الصرف. أنبوب الصرف بيبدأ من نقاط وصل تجهيزات المرافق الصحية التي تتخلص من الفضلات، سواء كانت مغاسل أو مجال أو مجالي أو حمامات، وبعدين تنتهي للمجرى الرئيسي للبناء في المنهل اللي بيكون عند مقدمة كل منزل، بعدين تنتقل لشبكة المجاري العامة أو الصرف الصحي. تجميع الفضلات بيكون في أنابيب فرعية أفقية داخل الشقة، بتكون أنابيب أفقية بسميها horizontal branches. الأنابيب الأفقية بتم وصلها في كل طوابق مع بعض في أنابيب رأسية بسميها أنابيب شاقولية الستاكس، وبعدين تنتقل إلى المناهل. هلأ في عندي نوعين من الأنابيب. في عندي أنابيب محملة بفضلات المراحيض أو المباول، هاي بسميها أنابيب المجاري السيوج ستاكس. وفي عندي أنابيب بتكون محملة بفضلات التجهيزات غير المراحيض مثل المجالي والمغاسل، يعني بتكون مياه عادمة ولكن لا تحتوي على فضلات الحمامات، بسميها أنابيب التصريف الويست ستاكس.
طبعا الأنابيب اللي بستخدمها في تمديدات المياه العادمة داخل المباني تكون أنابيب من الفولاذ المجلفن للوصلات الفرعية ذات المقاس الصغير اللي بتكون أقطارها من 2 ل 3 إنش، وبستخدم أنابيب حديد السكب للأقطار اللي بتكون 4 إنش وأكثر. وفي عندي ممكن أستخدم للنوعين سواء كانت مقاسات صغيرة أو كبيرة أنابيب لدينة بي في سي. هلا في عندي الشكل رقم 24، هذا ببين لي توضيح لتوصيلات أنبوب مجاري وأنبوب تصريف. في كل شبكات الصرف يجب أن تحتوي الأجهزة أو القطع أو شبكة التصريف على حواجز مائية. هاي الحواجز بتكون على شكل حرف S مقلوب أو شكل حرف B حتى يمنع عودة الروائح والغازات لداخل المنزل، وأيضا حتى يمنع مرور الحشرات. وأيضا يجب وضع أنابيب تهوية، هاي في عندي أنابيب تهوية لكل وصلة، وفي آخر الأنبوب يجب أن يضع هيك زي شبك معدني، هذا بسميه طربوش حشرات. بتكون غاية الأنابيب التهوية اللي بضعها هي تأمين دورة الهواء لتخفيف انتشار الروائح والتقليل من تآكل مادة الصرف، وكذلك لتزويد الهواء. الهواء بمنع عملية الشفط الحادث بسبب الجريان الرئوي أو الشاقول. هلا في عندي الأشكال اللي إياها هون شكل 25 و26 27 و28، هاي الأشكال بتبين لي تفاصيل تمديدات الصرف للمرافق الصحية المختلفة. هون في عنا توصيلات المغسلة، تحدثنا عن كل تصريف صحي شو لازم يكون فيه، خطوط الماء البارد والساخن وحامل المغسلة وسيفون المغسلة. سيفون المغسلة لازم يكون قطره 1.25 إنش، لازم يكون ارتفاع المغسلة عن سطح البلاط 83 سنتي، وفي عنا هون الماسورة المجلفنة داخل الجدار بتصرف على الجلتراب، وفي عنا هون ماسورة الصرف الرئيسية. هاي عنا توصيلات البانيو، لازم يكون في عندي ماسورة فائض قطرها 1.25 إنش، وهون فتحة الفائض، وهون المصفاة بتوصل مع ماسورة الصرف. عنا هون توصيلات المرحاض، وهي تفاصيل المواسير، ماسورة تهوية، ماسورة رأسية، قطعة وصل سكب. حكينا في كل مجموعة من التجهيز الصحية لازم يكون في عندي ماسورة تهوية، حكيت وظيفتها تأمين دورة هواء، بتأمن الهواء داخل المواسير لحتى تخفف انتشار الروائح، وكمان الهواء بيقلل من تآكل مادة الصرف، وكمان وجود الهواء بمنع الشفط الحادث بسبب الجريان الرئوي. وعندنا هون المرحاض الشرقي. هلأ ممكن تركيب الأنابيب المجاري وتكون خارج جدار المبنى. إذا كانت أنابيب المجاري خارج جدار المبنى فيجب أن تكون من إحدى الصناعات التالية، يا إما بتكون فخار مزجج أو خرسانة أو مواسير لدنة أو إسبست. ليش أنا بنتبه لصناعة الأنابيب اللي بتكون خارج جدار المبنى؟ لأنها رح تتعرض لظروف جوية وتآكل مع مرور الزمن، فيجب أن تكون المادة المصنوعة منها من أحد الأربع مواد التالية اللي هي أقوى أنواع المواسير. المكونات الرئيسية لتمديدات صرف المياه العادمة، ببين عندي الشكل رقم 29، مقطع طولي نموذجي لتمديدات الصرف في بناء متعدد الطوابق مع نظام تهوية مقترح. هي نظام الصرف والتهوية، هاي في عندي طابق هون وهي الطابق الثاني، بحيث انه في عندي هذا النظام الأفقي. حكينا مواسير الصرف بتتكون من أنابيب أفقية، هاي الأنابيب الأفقية بسميه خط الصرف الأفقي اللي بيحتوي على بجمع الصرف
لجميع التجهيزات الصحية في المنزل، مثلا بجمع تصريف الحمام مع تصريف المطبخ وهكذا. عندي التصريف الأفقي ولهذا الطابق، وهي الطابق الثاني. هلأ الطابق الثاني ونفس الطابق الأول بيصبوا في ماسورة شاقولية أو ماسورة رأسية، بعدين بتم نقلها للمصرف المنهل على باب المنزل. هلأ كيف أنا بوصل مواسير السكب؟ مواسير السكب بتم وصلها بواسطة وصلات الحبل المقطرن والرصاص الساخن، يدق بالإزميل والمطرقة زي ما ببين لي الشكل عندي هون، الشكل رقم 30، وببين كيف أنا بوصل مواسير السكب. هاي اتجاه الجريان وهيمونة الإسمنت، وهون بيتم وصلها عن طريق حبل كتان مقطرن والإزميل والمطرقة والرصاص الساخن. هلأ المواسير الشاقولية، هاي المواسير الرأسية، كيف بيتم توصيلها داخل المنزل؟ هلأ المواسير الأفقية حكينا بيتم وصلها باستخدام وصلات الحبل المقطرن والرصاص الساخن. المواسير الرأسية كيف بيتم وضعها داخل المنزل؟ إما بتكون خارج الجدران وبتم تربيطها بمرابط، وتكون ببعد 3 سنتيمتر عن وجه الجدار. يعني أنا مثلا عندي هاي جدار المنزل، ببعد عنه 3 سنتيمتر، بعدين بركب الأنابيب وبوصلها مع الجدار من خلال مرابط. أو بتكون داخل جدران المنزل، طبعا هاي أخطر حالة، وتثبت ويعبأ حولها بالمونة من الإسمنت والرمل. أو ممكن الطريقة الأفضل إنها تكون داخل البناء ضمن منور، المنور تكون مساحته كافية بحيث تسمح لنزول شخص داخله، وهي أفضل الحلول، بحيث إنه يدخل يكون المنور متسع لغرض دخول السباك والقيام بالإصلاح وإمكانية الحركة. لو كانت الأنابيب الرأسية داخل الجدران، لو صار فيها أي عطل رح يصعب إصلاحها، أما داخل المنور ممكن أن يصل إليها السباك بسهولة والقيام بالإصلاح والحركة. الأنابيب الشاقولية التي تصل إلى السطح يجب أن تعلو عن السطح مسافة لا تقل عن 60 سنتيمتر، وأن تغطى بطربوش من السلك المنخلي المجلفن، طبعا هذا السلك لحتى يمنع دخول الحشرات. طيب بحكي لنا انه لما تتجمع الانابيب الشاقولية خارج الجدار، يصرف كل انبوب لحفرة تفتيش قريبة. بصل كل انبوب بحفرة بسميها حفرة تفتيش، وبصل بين الحرف تصل بين الحفر خطوط المجاري. طبعا بوصل الانابيب الرأسية بخطوط المجاري، لازم تكون هاي الخطوط من الفخار المزجج مثل ما حكينا، أو الإسبست أو الخرسانة. هاي المناهل ببنيها من الخرسانة أو من الطوب المصمت، لازم يكون سماكته 15 سنتيمتر، ويتم قصارتها من الداخل وتغطى بأغطية حديد السكب أو أغطية خرسانة مانعة. هلأ كيف بدي أصمم شبكة مواسير الصرف داخل المبنى؟ هلأ بدنا نحكي عن مواسير الصرف الصحي. تحدثنا من قبل عن المواسير، حكينا عن هاي كيف أنا بصمم مواسير المياه العذبة. هلأ بدنا نحكي عن تصميم مواسير المياه العادمة. لحتى أصمم شبكة مواسير الصرف داخل المبنى، بستخدم طريقة وحدات التصريف Fixture Unit، مثل الطريقة اللي استخدمناها في أنابيب المياه وحدات التغذية. وبعد ما أجمع وحدات التصريف بستخرج أقطار الأنابيب، ولكن من هذا الجدول. يعني أنا مثلا عندي هون المصرف الفرعي، هي عندي Fixture Unit. إذا كان المصرف فرعي فيه 20 Fixture Unit، بستخدم قطر أنبوب 2 بوصة أو 3، هذا رقم 3 بوصة. وإذا كان عندي مصرف شاقولي لثلاث طوابق، هون عندي مصرف فرعي، هون عندي مصرف رأسي شاقولي، يعني رأسي لثلاث طوابق، وهون عندي مصرف رأسي لأكثر من ثلاث طوابق. هاي Fixture Unit لكل مصرف،
وهي قطر الأنبوب المقترح لكل مصرف. هلأ نسبة انحدار خطوط التصريف والمجاري يجب أن لا تقل عن 3 بوصة أو 2% أو من 4 إلى 8 بوصة اللي هي 1% أو 10 إلى 12 بوصة اللي هي 0.5%. هلأ بدنا ناخد مثال كيف بحسب تمديدات المياه والمجاري داخل المبنى. من خلال هذا المثال بدي أصمم المياه التغذية وأصمم مياه الصرف. أولا بحكي لي مبنى مكون من 8 طوابق، كل طابق فيه 4 شقق، وكل شقة تحتوي على حمامين كاملين، مجلى مطبخ، حوض غسيل. بدي أوجد مقاس أنبوب الماء المغذي للمبنى بكامله. يعني أنا في عندي مبنى، هاي عندي المبنى، هذا المبنى بتكون من 8 طوابق، هاي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7، وهي الطابق الثامن. تمام. طيب كل طابق فيه 4 شقق، 1 2 3 4. تمام. وكل شقة فيها حمامين ومجلى مطبخ وحوض غسيل. هلأ بده يعني أوجد مقاس الأنبوب المغذي للمبنى كامل، هاي أنبوب التغذية. وبا بده مقاسات أنابيب المجاري الرأسية وخط المجاري المجمع لكامل المبنى. يعني بده يعني أوجد مقاس الأنبوب الرأسي وبعدين خط المجاري هذا اللي بيوصل من المبنى. هلأ عشان أوجد مقاس أنبوب الماء المغذي، في البداية بدي أحسب عدد وحدات التغذية اللي هي الفيكتشر يونت للشقة الواحدة. الشقة الواحدة فيها 2 حمام ومجلى وحوض غسيل. برجع للجدول اللي بيبين لي التجهيزات والحمولة، حمولة التغذية. هلأ هون أنا ما برجع للمرحاض أو للمغسلة أو للبداء، برجع لحمام كامل. الحمام الكامل فيه 6 حمولات تغذية أو 6 وحدات تغذية، مجلى المطبخ 2 وحوض الغسيل 3 وحدات تغذية. فباجي بجمع عدد وحدات التغذية، عندي 2 حمام يعني 2 ضرب 6، مجدى المطبخ 2 وحوض الغسيل 3، بجمعهم كم بطلع 17 وحدة تغذية. بعدين بحسب عدد الشقق داخل المبنى. عدد الشقق يساوي 4 ضرب 8 32 شقة. فبحسب وحدات التغذية، الشقة الواحدة فيها 17 وحدة تغذية وأنا عندي 32 شقة، فبضرب عدد وحدات التغذية لكامل المبنى 32 ضرب 17 بيعطيني 544 وحدة. هلأ برجع للجدول تبع المياه، التصميم أنابيب المياه. أنا طلع عندي عدد مجموع وحدات التغذية 544 وحدة. عندنا هون مجموع وحدات التغذية طلع عندي 544 وحدة. بعمل علاقة تقريبية، إذا الأرقام عندكم مش واضحة في العمود هذا ضبطوها. 544 وحدة التغذية تقريبا بلزمهم حمولة طلب 140 جالون لكل دقيقة تقريبا. احتمال التدفق، عندي احتمال التدفق رح يكون بين 17% و16%. 544 أقرب لل 500، فرح أختار احتمال التدفق 17%. قطر الأنبوب اللي رح أختاره اللي بغذي المبنى اللي بحاجة 544، ما رح أنزل قطر الأنبوب 500 وحدة تغذية بحاجة لواحد ونص إنش. أنا ما رح أقلل، رح أعطيه قطر أنبوب أكتر. يعني أنا عندي 544، ما رح أختار الأنبوب اللي بكفي 500، رح أخذ الأنبوب الأكبر بدرجة اللي هو 2 إنش. فهيك رح يكون عندي الأنبوب المغذي رح يكون قطره 2 بوصة
والتدفق رح يكون 17%. هلأ لحتى أحسب التدفق بوحدة جالون لكل دقيقة بضرب 17% بال140، بطلع معي الرقم بالضبط، لأنه التدفق هون بالجالون لكل دقيقة محسوب للخمسمية، عفوا محسوب لل130 جالون لكل دقيقة، أنا عندي 140، فبضرب 140 ضرب 17% بطلع معي 24 جالون لكل دقيقة، فبختار أنبوب قطره 2 إنش. هلأ بقى بده ياني أحسب مقاسات أنابيب المجاري الرأسية وخط المجاري المجمع لكامل المبنى. هلأ هون بدي أعتبر إنه كل شقة في إلها أنبوب رأسي، كل شقة إلها أنبوب رأسي بصرف المياه وبجمعها لمياه خط الصرف الصحي. أنا في عندي 4 شقق في الطابق، لو حكينا كل شقة، حكينا كل شقة في إلها 17 وحدة تغذية، تمام؟ فأنا كم عندي الشقة هاي على هذا الخط الرأسي، والشقة هاي على نفس الخط، والشقة هاي على نفس الخط، والشقة هاي على نفس الخط، وهاي على نفس الخط. أنا في عندي 8 طوابق، ال8 شقق هدول اللي جايين على مستوى بعض رح يتم وصلهم على هذا الخط الرأسي، فبضرب كم عدد وحدات التغذية اللي رح يمروا بهذا الخط الرأسي، فبضرب 8 ضرب 17 للشقة الواحدة، بطلع معي 136 وحدة. يعني الخط الرأسي الواحد بغذي أو بصرف ل 136 وحدة تغذية. برجع للجدول تبع أنابيب الصرف وبشوف منه عدد الوحدات التغذية حسب عدد الطوابق. أنا في عندي مصرف شاقولي لأكثر من 3 طوابق، فرح أستخدم الخانة هاي مع الخانة هاي قطر الأنبوب. أنا في عندي مصرف شاقولي لأكثر من 3 طوابق، طلع عندي 136 وحدة. 136 رح تكون ضمن خانة الخمسمية، يعني أنا عندي القطر الأنبوب هاد بيستوعب لحديت 500، الثلاثة بوصة بتستوعب لحديت 60 وحدة، الأربعة بوصة بتستوعب لحديت 500 وحدة، الستة بوصة بتستوعب لحديت 1900 وحدة. أنا عندي 136 وحدة، رح أختارهم أنبوب 4 بوصة، يعني الأنبوب هذا رح يكون 4 إنش، وهذا الأنبوب 4 إنش، وهذا الأنبوب 4 إنش، وهذا الأنبوب 4 إنش، في حين إنه الأنبوب المغذي أنا اخترته يكون 2 إنش. طيب هلأ الأنبوب 4 إنش رح يكون استيعابه لثلاث طوابق 240 وحدة. هلأ الخط الأفقي، مش هاي الأنابيب الرأسية رح يتم وصلها في خط أفقي، الخط الأفقي اللي رح يجمع الأربع أنابيب رأسية رح يكون عبارة عن كم وحدة؟ عدد وحدات الأنبوب الواحد، الأنبوب الرأسي الواحد كان فيه 136 وحدة، اللي هي 17 ضرب 8، 136 وحدة، واخترت أنبوب قطره 4. هلأ الأنبوب الأفقي اللي رح يجمع جميع الأنابيب الرأسية رح يكون فيه 136 ضرب 4، لأنه في عندي 4 أنابيب رأسية، بضرب عدد وحدات الأنبوب الواحد ضرب 4، بطلع معي 544 وحدة. هلأ هذا الأنبوب اللي فيه، اللي بحاجة ل 544 وحدة، رح أختار له أي قطر؟ 544 وحدة. طبعا مجموعة 500 ما رح تكفي، لأنه هذا 4 بوصة بكفي ل500 وحدة، أنا عندي 544، فرح أنزل للخانة اللي بعديها اللي بتوسع ل1900، بختار أنبوب قطره 6 بوصة، تمام؟ هاي قطر الأنبوب 6 بوصة. هلأ هون في عندي نسبة انحدار لخطوط التصريف حسب قطر الأنبوب،
إذا كان قطر الأنبوب 3 بوصة فبختار نسبة انحدار 2%. إذا كان قطر الأنبوب من 4 ل 8 بوصة بختار انحدار 1%. وإذا كان قطر الأنبوب من 10 ل 12 بوصة بختار انحدار 5%. طبعاً هذا انحدار الخط الأفقي اللي بيجمع الخطوط الرأسية. هلأ الخط الأفقي أنا اخترته إنه يكون 6 بوصة، برجع للخانة هاي 6 بوصة ضمن مجموعة من 4 ل 8 بوصة، فهذا الخط رح يكون انحداره 1%. واضح؟ أي سؤال بالنسبة لتصميم شبكات الصرف داخل المباني، سواء كانت المياه العادمة، تصميم شبكات مياه الصرف أو مياه العذبة، ابعتوا لي وأنا جاهزة. جدا سهل بس بحاجة لشوية تركيز وأعرف كيف بتتوصل الأنابيب داخل المبنى.